تكلمت على المقال اليوم ما بقيتوش واعي. المقال ديالنا واضح وباين، وضوح الشمس نسيت. المركز ديالنا كيفضل بيضاء حيفا واحد عين شفا واحد زنقة واحد باين جدا. الكوب ديالك يا اخ العرب، هذا كوب في الشهر كان مصارف فيه كلشي. ناس دخول ها؟ ها؟ عادي عادي يوصل. صحيح. صحيح. أول مرة كدير الحجامة يخرج الدم، إما يقدر يكون عندك دم فيه الكوليسترول بزاف، وإما يكون عندك فقر الدم، وإما كيكون بلولة. سمعتها كنسكن يعني في الدار البيضاء قبل ما حطيتو الزيت او مشي بدكاري يعني حدا مقاطعة مقاطعة حلفة راه شو هي في مقاطعة الفيدا يلا بارطاجي معنا حتى تعمل فايدة ان شاء الله. الصوت منخفض يونس يلا يلا بارطاجي معنا ان شاء الله باذن الله. اذا وصلنا ل 500 مشاهد فعليا 500 مشاهد ان شاء الله باذن الله غادي ناخذ 3 ناس مجانا للحجامه. يلا بارطاجيو معنا حتى تعمل فايدة. وصلنا ل 500 مشاهد ان شاء الله غادي ناخذو 3 ناس مجانا نديرو لهم الحجامة مجانا ان شاء الله. وصلنا الى 50 لا لا كمل لا لا هو يعني لا وصلنا فقلنا ان الحجامه تصلح الانسان الذي عنده ريفاريس ياسيك عرق النسان زلق الغضروفي قول عصبي طنين الاذني الام الراس وكذلك اللي عنده الامساك الاسهال الغازات البواسير الداخليه والخارجيه والنحاف المزمنه كذلك اللي عنده ضعف الشهيه كذلك اللي عنده الغضروف زلق الغضروفي اللي عنده كذلك امراض العينين امراض الجيوب الانفيه وغيرها. بس الصفحه ديالو ما تعرفش تطلع هذه لا الصفحه ديالك ما تطلع على حاجه مابقاش كتكتب ديك الصفحه الراس وكتطلع لا خصك هذيك باش تطلع راه درتها هو لا طلع دابا وطلعت ديالي فين ديالكم طالعه تراك شرقيت لا راه قلبنا على هو الصفحه الراس خرج ودير لي بحث خرج خرج كاع خرج كاع خرج خرج يلا بارطاجي معنا حتى تعمل فائده خوتي حصل زيدان انا حالي بحال حالي بحال
طلعت الراقي المغربي الزاغوري قالك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال أخي كريم نحبك في الله. هل الحجامة، قال أحدهم، هل الحجامة تؤثر على الجين؟ فالحجامة تنقي الجسد مما فيه من سموم ومن فويرات ومن هرمان ومن شوائب، فلذلك حينما يقع هذا الشيء على الجسد لابد أن يؤثر على الجن، لأن الجن يحب الجسد الذي فيه خمول، فيه عياء، فيه اكتئاب، فيه كآبة، فيه إلى غير ذلك. السلام عليكم أخي في من تونس، في ماذا تساعد هذه الطريقة؟ الحجامة هذه تساعد أصحاب الرياضة، المسكيلاسيو، أصحاب السياقة، المهنيين، الشوافرية العزاز، ومن ما تشوفوا هذا الذي بين يدي الحين، كتساعد الناس اللي عندها كذلك التشنجات العضلية، الذي عنده الهيمضاكتيك مرهق للعضلة، اللي عنده كذلك الآلام وغيرها. فالحجامة لها فوائد كثيرة وجامة بإذن الله عز وجل. رضوان وعليكم السلام ورحمة الله. بارطاجيو الإخوة الله يجزيكم بخير لكي تعم الفائدة. بارطاجيو في الجروب باش في مجموعات. يلا بارطاجيو معنا إن شاء الله. وأخيرا وصلنا إلى 50. كنت لك تطلع دابا وصلت 500 سنين. هم كلهم يقولوا لا 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 صندال السلام عليكم، هل مفيدة لأصحاب السكر والضغط؟ السلام عليكم، واش مفيدة لأصحاب السكر والضغط؟ تساعد في إفراز الأنسولين وتساعد في تحفيز كان اخويا في مدينه الدار البيضاء حي الفراع عين شفاء واحد زنقه واحد. السلام عليكم دكتور الغالي، ابي اسالك متى تكون حجامه بالراس ضروريه؟ السلام عليكم دكتور الغالي، اسالك متى تكون الحجامه بالراس ضروريه؟ راه ولد الله لا هي تخطط في ديال الزوينة هي اللي طلعت لينا عرفت فين ديرو خصك تلقى شي حل اخويا ديك الصبحة خصك تبدل حالنا مش حال
اش قال لك الاخر اللي كاين اللي محمد اش كيقول؟ تفضل. قال لك واش كاين شي عمر محدد ليها؟ نعم عندك ميناء من سنة إلى 60 سنة، وكاين بعض الحالات أنه خذ يكون متمتع بالشباب ديالهم يقول يدير حجامة منه سرطان قنصير استئصال الكبد كذلك عملية الخد وغيرها. كسنة خويا اللي كيضروا ظهرو من الوسط. سمعتيني؟ كاك السلام خويا اللي كيضروا ظهرو من الوسط. من الوسط اخا يدير حجامه في لومبير. تمن اخويا باش كديرها؟ تمن باش كندير الحجامه؟ على حسب كاينه وقائيه وكاينه كيما شتي دابا كتدير 900 درهم تاع المصافي فوق هذه تاع الحجامه ديال السريعه والحجامه الذهبيه. عين الشفاء واحد زنقة الشفاء واحد عين الشفاء واحد زنقة واحد قالك تمام شحال كديروه؟ تمام شحال؟ هنا كنديرو الحال تمام كاين 150 درهم كاين ديال 300 كاين في المصارف في الخطة النارية في الحجامة ديال السريعة والحجامة الدموية. كيفاش لومبير اخويا؟ لومبير هو اسفل الظهر هي فقرة كاين فقرات العجزية والقطنية والصدرية والعنقية. على حسب هذا شحال كيكون الوقت ديال باب الحجامه على حسب الحجامه اللي درتي واش وقائيه واش علاجيه واش شي مرض معين مثلا واش ديال السياتيك ديال تقول العصبي على حسب كل حدا مضى كاين اللي كدير اسبوع اسبوع لا لانك تقدر دير اسبوع اسبوع لا عادي براء وحمد.
خويا حنا في حي الفرح، هذا المقاطعه ديال حي الفرح. ربي يشافيك خويا، امين. يلا فقط معنا قلنا اخوتي اللي عنده الامساك الاسهال وغازات بواسير داخليه وخارجيه والنحافه المزمنه، اللي عنده القذف السريع وعدم تطابق البروده الجنسيه، اللي عنده كذلك تقول عصبي، اللي عنده ليفاغيس ياسيك عرق النسان زي الاخر الغضروفي تقول عصبي، فالحجامه تساعد مساعده كبيره جدا في اخماد هذه الالام باذن الله عز وجل، وكذلك تنشيط الدوره الدمويه فيه هو تغذيه العضله وازال الاحماض الغير امنيه، الاحماض التي تكون على باب الارهاق والعياء. واش خاص داومها بحال دابا اللي خدام بعيد؟ خاص ياش؟ قال لك واش خاصك داومها بحال دابا اللي خدام بعيد؟ هذه خطا كيديروا بزاف الناس، يقولوا ان اذا الحجامه لابد خصني نبقى نداومها وكذا، وما يمكنش نبقى نداومها الى غير ذلك من الاحوال التي تقال. اما الاصل ما كانش المداومه، ما دام انك اذا كان فيك شي مرض معين فكتداوم، علاش؟ باش هذاك العضو اللي كنخدموا عليه كيكون من الخمود ديالو والعياء ديالو والارهاق ديالو الى ارجاعه وقوته باذن الله عز وجل. اما اذا كنت تبغي غير تنشط العضله ديالك بحال انسان عادي وكيمشي يدير رياضه، فالرياضه علاش كيطريد الانسان؟ ياك هو عادي علاش كيطريد؟ فالرياضه هي تساعد في زياده بذل الطاقه وكذلك هرمون الرجوله وهرمون النمو كذلك، ويزيد في الارهاق والعياء والاكتئاب كذلك، ترفع هرمون السعاده كذلك بهذه الرياضة وهذا الركض والجري. شكرا خويا الحبيب اللي كيكتب المعلومة في الصفحة. قال لك الحجامة ديال الرأس واش هي مفيدة ولا لا؟ سمعتيني؟ ياك اسالو عن حجامة الرأس، هل هي مفيدة او لها خطورة؟ حجامة الرأس ما فيهش حاجة سميتها خطورة، يذهب يقول لك ان حجامة الرأس فيها خطورة مجرد كلام، اما الحجامة فيها الاخدعين، فيها نقرة القفا، فيها الاخر الغدة النخامية ديافوخ، فيها كذلك الغدة الصنوبرية، فيها فيها كثير من الغدد، مراكز السلوك، أماكن الآلام والعياء والإرهاق والأعصاب والتوتر. السلام عليكم ورحمة الله، من فضلك ممكن أعرف العنوان؟ خويا على مدينة الدار البيضاء حي الفراعنة عين شفاء واحد صنقة واحد. بارطاجيو معنا الله يجزيكم بخير. ناضي دابا لتحت، ناضي دابا لتحت، ناضي شنو هي؟ Thank you.
احنا اخويا كاين مدينه الدار البيضاء حيفا راه عين شفا واحد سمقه واحد. خلي يطلع لنا يبارطاجي اللايف الله يجزيكم بخير. شبكية كلينكس وعليكم السلام ورحمة الله. دويشي مع محمد؟ دويشي مع قالك الجمال جسم كامل كاين كشر ديال انت جسم كامل وتخلى راسك وصافي ما تحطي السيفاي فيهم بغيت الدواء كله نشربو كاينين حصص كاينش كاينش ديال انت كلشي اي حاجه في الحياه اذا وقفت تحتاج الى 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 حصص والى غير ذلك اما الحصه الكامله من لومبير من الكاهل الى لومبير هذه كلها كدير 300 درهم في المصافي في القناريه في الحجامه الممتازه السريعه والحجامه الدمويه مابقاش عندنا تشرب مباراه في القمر في الكليه دمتم في رعاية الله وفقكم الله وحبه الله أسأل الله بكم الخير كيحس دابا راسك مزيان؟ قلنا هاد النقطة اللي سميتها الكاهل ومساعد الكاهل ديال أصحاب هاد العظام ديال تثبيت الكالسيوم كذلك المكونات الدم تساعد الوقع الشوكي في إنتاج الصفائح الحمراوية وكذلك عندنا كبد المرارة والأعصاب الطرفية وعندنا مثلا العظام والجهاز التناسلي وعندنا الأمعاء الدقيقة وهي تي دو كاين تي أو تي دو كيدو هي ديال عجبة الذنب وما يسمى بآخر الفقرات العمود الفقري. دمتم في رعاية الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.